شايفين ايه ده يا جماعة؟ ده صديقي الفلاح. طبعا الجيل الجديد الصغير ده ما يعرفش صديقي الفلاح، الجيل القديم الكبير ده عارف صديقي الفلاح اللي هو ابو قردان. ده كان موجود في مصر بكميات كبيرة جدا جدا جدا، في القرى والمزارع والحقول والغيط اللي بنسموه. سبحان الله، وظيفته ان هو كان بيعيش وياكل الديدان بتاعت الارض وحشرات الزرع، فكان بيفيد المزارع ان هو يخلص الزرع والنباتات من الحشرات والديدان يعني. فكان بيبقى عمال ياكل من الارض يعني اي حشرات. طبعا جه لما استعملوا الكيماوي بقى، والكيماوي غزا مصر وكده، بس الزراع يحطوا كيماويات في الارض عشان الحشرات. بقى طبعا ابو وردان ده ياكل الحاجات دي ففيها كيماوي، يبقى يموت، انقرض يعني، فعلا مصر شبه انقرض يعني. فان شاء الله بدأ يعود تاني هو، بس طبعا بأعداد قليلة. والطبيعة بصراحة هي مهمة، والتدخل في الطبيعة بيفسدها يعني، سبحان الله. هو ربنا عامل للكون اتزان طبيعي وتوازن في خلقه يعني. شوف سبحان الله، هذا صديقي الفلاح أبو إردان. مش عارف لو قربت منه ما يطير في كله ولا ايه. ايوه، الله، المنظر جميل. الله 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 الله. ماشي، كفايه كده.